تقولهم هنا لما خرجنا بالمسيرة وبخولوا فوقنا بما كثير، وبعدين مسكوني عسكر وضربوني بصموال قصوا زبطوني، قالوا لهم ان احنا انشوا قتلونا بدأت اصحابهم ضربوني بصموال، قالوا عذبوني وبعدين شلوني المحافظة. بعد ان المحافظة سلموني لنائب مدير القسم هنا بالحوض، وبعدين شلوني إدارة الأمن السياسي، قالوا شو حققوا معي قليل هناك، وبعدين قالوا لهم اتصال قالوا لهم نزلوني لما وصلوا كل هنا. لا انت